بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. طلبتي الأعزاء من كلية تقنيات الطاقة شخرة، القسم العام الفصل الأول، مادة اللغة العربية، وبتاريخ 7 شوال 1441 هجرية، الموافق 30/5/2020 ميلادية. اليوم نأخذ المحاضرة الخامسة، وهي بعنوان البناء والإعراب. محاضرة خامسة وهي بعنوان البناء والإعراب. عناصر المحاضرة عندي أنا 8 عناصر. العنصر الأول المعرب والمبني. المعرب والمبني، يعني تعريف المعرب وتعريف المبني. 2 علامات الإعراب الأصلية والفرعية. علامات الإعراب الأصلية والفرعية. العنصر الثالث الأسماء الخمسة وعلامة إعرابها. العنصر الرابع المثنى وعلامة إعرابها. العنصر الخامس جمع المذكر السالم وعلامة إعرابها. العنصر السادس جمع المؤنث السالم وعلامة إعرابها. العنصر السابع الممنوع من الصرف وعلامة إعرابها. العنصر الثامن الأفعال الخمسة وعلامة إعرابها، ثم المناقشة. نبدأ اليوم بالعنصر الأول اللي هو المعرب والمبني. المعرب والمبني، إيش هو تعريف المعرب وما تعريف المبني؟ إيش هو تعريف الاسم المعرب وتعريف الاسم المبني؟ أولا تعريف المعرب، ما هو المعرب؟ المعرب هو تغير ضبط آخر الكلمة تبعا لتغير موقعها في الجملة. المعرب هو تغير ضبط آخر الكلمة تابع لتغير موقعها في الجملة. ضبط اللي هو علامة الشكل لآخر الكلمة، عندما تتغير على حسب تغير الكلمة في الجملة تغير موقعها، فهنا نسميها الاسم معرب. إذا تغير ضبط آخر الكلمة في الجملة حسب تغير موقعها، يعني عندما تأتي الجملة في محل رفع، عندما تأتي الجملة في محل نصب، عندما تأتي الجملة في محل جر، عندما يتغير ضبط آخر الكلمة هذه نسميها كلمة معربة. إذا نأخذ مثال على ذلك، كلمة الطالب هنا، كلمة الطالب آخر الطالب هنا، لما نقول جاء الطالب، جاء الطالب، الطالب هنا فاعل مرفوع بالضمة، الطالب فاعل مرفوع بالضمة، أنا جاء في محل رفع الطالب. في الجملة الثانية رأيت الطالبة، رأيت الطالبة، الطالبة مفعول به، الطالبة مفعول به، مال على خيره فتحة، فهنا كانت ضمة هنا أصبحت فتحة لأن محل نصب. المثال الثالث سلمت على الطالب، سلمت على الطالب، إيش على آخر الطالب هنا؟ كسرة لأن اسم مجرور على حرف جر والطالب اسم مجرور. فكلمة الطالب هنا عندما كانت في محل رفع ضمة، في محل نصب فتحة، في محل جر كسرة. إذا كلمة الطالب تغير آخرها بتغير موقعها في الجملة، كلمة الطالب تغير آخرها بتغير موقعها في الجملة، أنا جت في محل رفع، أنا جت في محل نصب، أنا جت في محل جر. إذا هذه الكلمة نسميها معربة. معربة ليه؟ لأنها تغير آخرها بتغير موقعها في الجملة. معنى كلمة تغير موقعها في الجملة يعني عندما تكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. فإذا تعريف المعرب هو تغير ضبط آخر الكلمة تبعا لتغير موقعها في الجملة. إذا أي كلمة تتغير بتغير موقعها في الجملة نسميها معرب. نأتي إلى المبني، ما هو تعريف الاسم المبني؟ المبني عكس المعرب، هو ثبوت أو ثبوت شكل آخر الكلمة على حالة واحدة مهما تغير موقعها في الجملة. يعني الكلمة تبقى على حالة واحدة في عندما تتغير موقعها في الجملة. هذه الكلمة عندما تأتي في محل نصب تصبح آخرها واحد، في محل جر، في محل رفع يصبح آخرها واحد، فهذا نسميها الكلمة مبنية. إذا المبني هو ثبوت شكل آخر الكلمة على حالة واحدة مهما
مثال هذا ولد نشيط، كلمة هذا في الجملة هذه إن هذا ولد نشيط، سلمت على هذا الولد النشيط. الاسم هنا هذا اسم إشارة، هنا عندما جاء في محل رفع مبتدأ هذا اجعلها ثلث ساكن، هنا جاء في محل نصب اسم إن هذا اجعلها ثلث سكون ثابت، هذا سلمت على هذا، هذا في محل جر اسم مجرور على آخر سكون ثابت. إذا هنا كلمة هذا عندما جاءت في محل رفع وجاءت في محل نصب وجاءت في محل جر فآخرها ثابت لم يتغير. إذا هذه سميها كلمة مبنية، لماذا؟ لأنها لم يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة. إذا المبني ما هو؟ هو ثبوت شكل الكلمة على حالة واحدة مهما تغير موقعها في الجملة. هذا بالنسبة للتعريف المعرب والمبني. نأتي ثانيا العنصر الثاني اللي هو علامات الإعراب الأصلية والفرعية. نأتي الآن إلى علامات الإعراب الأصلية، علامات الإعراب الأصلية. شوف هنا على السطورة علامات الإعراب الأصلية أربعة. علامات الإعراب الأصلية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب والجر والجزم، هذه علامات الإعراب الأصلية. هنا الرفع علامته الضمة هكذا، كأنه الخط هذا كأنه هذا الحرف، هذه علامة الرفع واو صغيرة، الرفع علامته الضمة. النصب علامته الفتحة وترسم هكذا الفتحة معتدلة، ترسم هكذا علامته الفتحة. الجر وعلامته الكسرة هكذا ترسم مائلة، الجر وعلامته الكسرة. السكون الجزم وعلامات السكون وهي عبارة عن دائرة صغيرة توضع فوق الحرف. إذا هذان علامات الإعراب الأصلية: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع علامة الضمة، النصب علامة الفتحة، الجر علامة الكسرة، السكون الجزم علامته السكون. نأخذ مثال على كل علامة من هذه العلامات. الرفع وعلامته الضمة ظاهرة أو مقدرة؟ الضمة تكون ظاهرة على الحرف أو تكون مقدرة تقدير؟ الرفع وعلامته الضمة ظاهرة أو مقدرة، ويختص بالأسماء والأفعال. الرفع يختص بالأسماء والأفعال، والاسم مرفوع وفعل مرفوع. مرفوع بضمة ظاهرة أو مرفوع بضمة مقدرة؟ مرفوع بضمة ظاهرة معناها واضحة مرسومة بينة، مقدرة يعني تقدر تقدير ولا تظهر في الرسم على الحرف. مثال: الشمس طالعة. الشمس طالعة، كلمة الشمس هنا مبتدأ مرفوع وهي عليه ضمة ظاهرة، الشمس هي ضمة ظاهرة، فهنا هذا اسم علامة الرفع ضمة ظاهرة، ضمة ظاهرة. جاءت ليلى، كلمة ليلى كذلك اسم. جاءت ليلى، ليلى فاعل، ليلى فاعل، الفاعل دائما مرفوع، أنا مرفوع بإيش؟ اسم مفرد مرفوع بضمة، ليلى وين الضمة؟ ضمة تقدر التقدير منع من ظهورها لما حرف ليلى، هذا الظهر منع من ظهورها، فهنا تقدر تقدير ليلى اسم مقصور، ليلى. إذا هنا ما نرسمش الحركة وإنما تقدر تقدير حتى من نطق ليلى لا تظهر ضمة. هذا الاسم الشمس، شمس هاي الضمة، الشمس ظاهرة طالعة، فهنا الضمة ظاهرة وهنا الضمة مقدرة. إذا هنا الرفع علامة الضمة ويختص ظاهرة أو مقدرة ويختص بالأسماء وبالأفعال. هنا جاءت مقدرة مختصة بالاسم وهنا جاءت مقدرة مختصة بالاسم. كذلك بالأفعال نأخذ مثال على الفعل: يرضى الله عن المؤمنين. فكلمة هنا يرضى فعل مضارع مرفوع بضمة، وين الضمة؟ مقدرة، ضمة مقدرة. احنا قلنا يختص بالأفعال بالأسماء بالأفعال، هنا الضمة مقدرة. يلعب الطفل بالكرة، فكلمة يلعب هنا فعل، الضمة هنا ظاهرة،
ضمه ظاهر. اذا انا لما اقول يختص بالافعال بالاسماء ظاهره ومقدره، وانا كذلك يختص بالافعال ظاهره او مقدره. انا تقدر الضمه في حاله الاسم انا، وتقدر هنا، والفعل انا معتل كذلك تقدر، والفعل صحيح تظهر الضمه. اذا علامات الاعراب الاصليه اولها الرفع، علامة الضمة ظاهرة مقدرة ويختص بالأسماء والأفعال. نأتي العلامة الثانية من علامات الإعراب الأصلية وهي الفتحة، النصب. النصب وعلاماته الفتحة. حتى هي الفتحة ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة أو مقدرة، وتختص كذلك بالأسماء والأفعال. النصب علامة الفتحة، الفتحة تكون ظاهرة أو مقدرة وتختص كذلك بالأسماء والأفعال، يعني تظهر على الأسماء والأفعال وتقدر على الأسماء وعلى الأفعال. مثال: إن الحق لن يضيع. الحق هنا اسم، اسم إن، فظهرت له الفتحة. إن الحق لن يضيع، يضيع هنا فعل، ظهرت هنا الفتحة كذلك، ظهرت الفتحة الظاهرة. أنا أختصر بالأسماء والأفعال وهي ظاهرة. إن الهدى، الهدى هذا اسم، ضم الفتحة لا تظهر. اسم إن الهدى، اسم إن لا تظهر هنا الفتحة، نقول إن الهدى، فهنا مقدرة تقدير. كذلك تقدر في الأفعال لن يرضى، لن يرضى اسم إن، اسم لن منصوب، لن أداة نصب، يرضى فعل مضارع، عفوا، يرضى فعل مضارع منصوب بضمة مقدرة، بضمة مقدرة أنا معتل، لن يرضى. إذا هنا النصب علامة الفتحة ظاهرة مقدرة ويختص بالأسماء والأفعال. مثال على ذلك: إن الحق لن يضيع، هنا ظهرت على الاسم وعلى الفعل، هنا قدرت على الاسم وعلى الفعل. العلامة الثالثة من علامات الإعراب الأصلية الكسرة، علامته الجر، الجر علامته الكسرة، الجر علامته الكسرة، ويختص الكسرة تكون ظاهرة أو مقدرة، الكسرة كذلك تكون ظاهرة أو مقدرة ويختص بالأسماء، يختص بالأسماء، والاسم مجرور بالكسرة ظاهرة أو مقدرة. هنا الجر ما فيش اسم مجرور، فعل مجرور، الأسماء، الجر يختص بالأسماء فقط. أنا قلنا الرفع والنصب يختص بالأسماء والأفعال، لكن الكسرة تختص بالأسماء فقط، نقول اسم مجرور، والجر هذا يكون ظاهر أو مقدر. مثال على ذلك: ولله ملك السماوات والأرض. كلمة ولله هي ظاهرة اسم مجرور، لم حرف جر ولا اسم مجرور، مجرور بكسرة ظاهرة. سلمت على ليلى، على حرف جر وليلى اسم مجرور، مجرور بإيش؟ بالكسرة. وين الكسرة؟ مقدرة. إذن هنا ما فيش أفعال تختص بالكسرة، تختص بالأسماء والأفعال، تختص بالأسماء فقط وتكون ظاهرة أو مقدرة. العلامة الأصلية الرابعة، علامة الإعراب الأصلية الرابعة اللي هي الجزم، والجزم علامات السكون وهي الدائرة الصغيرة. الجزم علامات السكون ويختص بالأفعال. الجزم يختص بالأفعال، عفوا، يختص الجزم ويكون ظاهر ويختص بالأفعال. مثال على ذلك: لم يلد. كلمة يلد اسم لم حرف جزم، ويلد اسم مجزوم بالسكون، مجزوم اسم صحيح مجزوم بالسكون. يولد ولم يولد كذلك اسم صحيح مجزوم بالسكون. إذن الجزم علامة السكون ويختص بالأفعال، يلد فعل ويولد فعل. إذن الآن على عرفنا في العنصر الثاني علامات الإعراب الأصلية والفرعية، عرفنا الآن علامات الإعراب الأصلية، علامة الإعراب الأصلية اللي هي هذه الأربعة. نعيد مرة ثانية: أولا المعرب والمبني. إيش تعريف المعرب؟ المعرب هو تغير ضبط آخر الكلمة تبعا لتغير موقعها في الجملة. تحفظ التعريف والأمثلة اللي عليه. مثال عليه: جاء الطالب. لازم نحط الشكل، مش لازم لما نجيب الأمثلة نرسم على الحركة. جاء الطالب، رأيت الطالبة، سلمت على الطالب.
لازم نحط الحركات، إذا ما حطيتش الحركات هذه معناها يصبح حالة غلط خطأ. تعريف المبني هو ثبوت بشكل آخر الكلمة على حالة واحدة مهما تغير مرة في الجملة. إن هذا ولد النشيط، عفوا هذا ولد النشيط، إن هذا ولد النشيط، سلمت على هذا ولد النشيط. العلامات الإعراب الأصلية أربعة: الرفع وعلامته الضمة الظاهرة المقدرة ويختص بالأسماء والأفعال. مثال: شمس طالعة، جاءت ليلى، يرضى الله عن المؤمنين، يلعب الطفل بالكرة. النصب وعلامته فتحة ظاهرة أو مقدرة ويختص بالأسماء والأفعال. مثال على ذلك: إن الحق لن يضيع، إن الهدى هدى الله، لن يرضى الله عن المنافقين. الجر وعلامات الكسرة ظاهرة أو مقدرة ويختص بالأسماء. مثال ذلك: ولله ملك السماوات والأرض، سلمت على ليلى. الجزم وعلامات السكون ويختص بالأفعال فقط. مثال: لم يلد ولم يولد. انتبهوا هنا علامات الإعراب الأربعة. الرفع هنا يختص، الرفع تكون العلامة الضمة ظاهرة ومقدرة يختص بالأسماء والأفعال. النصب ظاهرة ومقدرة يختص بالأسماء والأفعال. الجر ظاهرة ومقدرة كان يختص بالأسماء فقط. الجزم علامته السكون ويختص بالأفعال فقط. لازم تحفظوا هذه التعريفات والأمثلة اللي عليها، وإلى أن نلتقي في المحاضرة، بقينا من المحاضرة في المحاضرة الجاية إن شاء الله، نسأل الله أن يثبتكم وأن تفهموا هذه المحاضرة وأن تستوعبوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.